شاءت الأقدار أنني نعمل عمل آخر عاوتاني في القطاع الجديد اللي أنا نهجده مؤخرا بقناعة بطبيعة الحال، لأن لكي لا أصبح في خبر كان وما تبقاش تقال على أن الفنان يعيش النمطية، لأنه هو المسؤول بالدرجة الأولى. فأنا كنفكر دائما أنني من غير الخيار الكوميدي دائما أن نقتحم ونغامر مغامرات في أدوار جدية، في أدوار درامية، ولما لا إن شاء الله في المستقبل. فأنا اللي فضلت وبغيت أنني نشارك في المسلسل ديال لوزين، لأنه هو مسلسل مجتمعي يعني خالي بتاتا من الكوميديا، وهذه بالنسبة لي طفرة جديدة وانتقال من إلى، وهذه أشياء ممكن ماشي ممكن ضروري تزاد في البالماريس ديال كل فنان مبدع لكي لا يغوص في بحر النمطية والتكرار. فأنا لازلت أتعلم، دائما كنقولها، لأنني أنا ضد كلمة نجم، لأن لازلنا لم نتوفر على سماء صافية لكي يسطع فيها نجم معين، فكي خصنا دائما نتعلمه ونتعلمه ونحني والرأس. فهذا الدور اللي لعبت أنا ديال هاد الشخصية هادي ديال واحد الإنسان اللي دمر حياته كلها، إنسان اللي بدأ من الصغر دياله من لا شيء وكون واحد المجموعة ديال المشاريع ديالو، بحيث أنه ولا عنده وقت فين يلعب الجولف، ولا عنده وقت فين حتى هو يتمتع بالحياة القصيرة مع الأسف. فهو صديق ديال كريم اللي هو عزيز الحطاب، أصدقاء كيحكيوا أسرارهم بعضياتهم، والمسلسل كيتكلم على على على, على شرائح مغربية معينة. يعني هناك حيت هو لوزين، وملي كناخذوا لوزين خدينا لوزين كفضاء، علاش؟ باش نشوفوا الطبقة الكادحة، ونشوفوا الطبقة العاملة، ونشوفوا الطبقة المالكة اللي كتملك لوزين. فكنشوفوا ثلاثة ديال لي نيفو ديال الأسر اللي بطبيعة الحال هما اللي كيشكلوا الساكنة ديال أي بلد معين من غير المغرب. ثانيا انا فرحان بزاف اللي كان نشتغل الى جانب عمالقه وناس اللي عندهم تجربه كبيره في مجال الدراما، كالاستاذه منى فتو، وكالعندليب عزيز الحطاب، وجميل الهوني. هو المسلسل من تاليف جيهان البحار المعروفه بالبصمات ديالها الدراميه الجميله، اخراج كذلك شاب من خير الشبان اللي استطعوا مؤخرا اللي هو امين منى، واللي كنحيي الطاقم كله واخرون بطبيعه الحال تقنيين وممثلين اخرين اللي شرف لي انا انني نشارك معهم في هذا العمل. وهذا العمل هو العمل السادس مع شركه الانتاج المحترمه ديسكونكتد اللي كترأسها نجاه قبي، ويدير الانتاج والحركه ديالها سي خالد النخري وحنان ريده. فانا احيي الكل وفرحان بطبيعه الحال انني نخدم في هذا المسلسل، واتمنى انه ينال، ماشي المسلسل غادي يكون زوين، انا الدور ديالي ينال إعجاب المشاهد أو المتلقي المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.